الفقرة اللي حضراتكم دايما بتستنوها وهي فقرة ترند ترند، واللي مثلا ما كانش بيتابعنا الفترة اللي فاتت نقول له ان فقرة ترند ترند دي بيبقى عندنا حكاية فيها او بيبقى عندنا معلومة كمان ممكن نقولها لحضرتك ونضيفها لحضرتك. انا عندي بس خبر بالنسبة لي هو ترند، يعني بالنسبة لي، لان في الحقيقة لما الامر يتعلق بواحد من ابناء النادي الاهلي مؤمن زكريا فلازم ابتدي بيه. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، احد اللاعبين المميزين جدا بيمر بظروف صحية كلنا عارفينها ان شاء الله باذن الله تنتهي قريبا. لكن اللي يهمني النهارده في الجزئيه دي تحديدا وهو طلب مجلس اداره النادي الاهلي وارسال خطاب لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، خطاب بيطلب فيه وبيجدد فيه طلبه بالموافقه على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا. خليني اقول لحضراتكم بعض الامور المهمه اللي في الملف ده على مدار الفتره اللي فاتت في اعتقادي، او مش في اعتقادي، اي حاجه انا متاكد منها لكن بالتقريب كده المبالغ اللي هقولها لحضراتكم، كان النادي الاهلي بيصرف دفعات استثنائيه لمؤمن زكريا. الدفعات دي كانت عباره عن 600,000 جنيه تقريبا كل 6 شهور للاعب. لكن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واللي مهتم جدا في الحقيقه بالملف ده وايضا مجلس اداره النادي الاهلي راوا ان المبلغ ده غير كافي نظرا للحاله الصحيه اللي بيمر بيها نجمنا مؤمن زكريا، وشاف انه لازم يجدد طلبه لسياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكله امل وثقه في الموافقه على طلب النادي الاهلي في صرف عقد مؤمن زكريا كاملا. العقد ده مدته قد ايه؟ 3 سنين. الاهلي حريص قوي 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 ان هو يصرف العقد ده بشكل كامل. وانا في الحقيقه الجزئيه دي يعني عايز انوه فيها لحاجه معينه وهي لا تخفى على الكل، مش البعض حتى، ان النادي الاهلي دايما بيقف جنب ابنائه في المواقف زي دي، الابناء اللي بيستاهلوا، الابناء اللي هم اخلصوا للنادي الاهلي قولا وفعلا، قولا وفعلا. من ضمن الابناء دول مؤمن زكريا اللي في الحقيقه يعني ادى النادي الاهلي على مدار سنوات واحد نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والراجل مخلص للنادي بشكل كبير جدا. فكان الحرص عند الكابتن محمود الخطيب كمان تحديدا، ودي حاجه انا يعني انا لامسها وعارفها كويس جدا، ان هو يصرف العقد كامل لمؤمن زكريا عشان يكون النادي الاهلي في جانب ابنه مؤمن ان شاء الله لحد لما يتعافى تماما من هذه الإصابة أو هذه الأزمة الصحية اللي إن شاء الله بإذن الله كلنا أمل في المولى عز وجل إن هو يتعافى منها قريبا جدا. ده الخبر الترند بالنسبة لي النهاردة. لكن